بكم أعزائي المشاهدين. الفانتا بلاك أو صفوف الأنابيب الكربونية السوداء المرتبة عموديا هي مادة مصنوعة من أنابيب نانوية كربونية، وهي أعلى المواد المعروفة سوادا، إذ تمتص حوالي 99.965% من طيف الضوء المرئي. عند اصطدام الضوء بمادة الفانتا بلاك بدلا من أن يرتد من سطح المادة، يعلق في شباك الأنابيب النانوية الكربونية وينعكس باستمرار بين هذه الأنابيب الكربونية إلى أن يمتص تدريجيا ويتشتت إلى حرارة، ويمتص الضوء بنسبة تتراوح بين 95% و98% من الضوء المرئي. تصنع المادة على حرارة 400 درجة سيليزية من ملايين أسلاك الكربون التي لا يتجاوز سمكها جزءا مليونيا من المليمتر، وهو ما يجعلها الأشد ظلمة على وجه الأرض، لدرجة أن العين لا تستطيع تمييز شكلها وماهيتها، حتى أنها أنشأت ما يقارب بالثقب الأسود. مادة الفانتا بلاك لها العديد من التطبيقات المحتملة، بما في ذلك منع دخول الضوء الشارد من التلسكوبات، وتحسين أداء كاميرات الأشعة تحت الحمراء على الأرض أو في الفضاء، مما يحسن قدرة التلسكوبات وحساسيتها لرؤية أبهة وأصغر النجوم. ويمكن أيضا أن تستخدم لزيادة امتصاص الحرارة في تكنولوجيا الطاقة الشمسية المركزة، فضلا عن التطبيقات العسكرية مثل التمويه الحراري.